لا تقوى فاطمة على صعود درج المراكز الانتخابية للتصويت، وتقول إنها أصيبت بوعكة صحية قبل بضعة شهور. بعض العاملين في الانتخابات أحضروا لها الوثائق والحبر اللازمين لعملية التصويت لتسهيل المهمة عليها. تطلب رمز الميزان، وهو الرمز الخاص بمرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي في بلد ترتفع فيه نسبة الأمية. يصلح حال البلد، ربنا يصلح حاله، عايز الهدى، ربنا يهدي حال المسلمين وعشان عيالنا ربنا يهديهم. ترتكز شعبية جماعة الإخوان المسلمين على شبكة من الخدمات الاجتماعية والتي أصبحت الدولة المصرية لا تستطيع تقديمها، والتصور العام بين الكثيرين هو أن الجماعة غير ملوثة بالفساد. ومنذ تأسيسها قبل أكثر من 80 عاما، ناضلت حركة الإخوان المسلمين ضد الأنظمة المتعاقبة في مصر، ومع الثورة المصرية تهيأت لهم الأجواء للدخول في الانتخابات البرلمانية والآن في السباق الرئاسي. وبالنظر إلى أن هذه هي أول انتخابات رئاسية حرة في مصر، فهناك القليل مما يمكن التوقع به، إلا أن شيئا واحدا يبدو مؤكدا، وهو أن جماعة الإخوان المسلمين هم الأفضل تنظيما والأكبر على مستوى البلاد. ومرة أخرى تمكنت جماعة الإخوان المسلمين من حشد الدعم أفضل من أي أحد آخر، فالنساء هنا سواء متدينات أو علمانيات جميعهن ينتظرن في الصف للإدلاء بأصواتهن في إحدى المدارس بشبرا الخيمة، حيث يستحوذ الإخوان على دعم قوي هنا وإن لم يكن بالضرورة لدى بعض الناخبين الوعي الكافي. سألت هذه المرأة لمن ستصوتين فأجابت: الميزان. مين؟ نعم الميزان. الميزان يعني قصدك محمد مرسي. هو الميزان. ليه بتحبيه؟ مش عارفة، بس أنا أسمع عنه يعني إنه هو كويس. هو كويس. أما أم محمود فتقول: إسلامي، رجل ربنا يصلح بلد على يديه إن شاء الله. ولكن ليس الجميع لهم نفس الرأي. الإخوان دول مش على ذمة الإسلام، يعني إحنا مش بنقول مثلا، يعني حضرتك مثلا، إحنا كلنا مسلمين، مش لازم ربي دعني عشان أكون مسلم، مش لازم أسمي نفسي إخوان عشان أكون مسلم. أما أحمد عبد النبي فهو ميكانيكي، وقال إنه صوت لصالح مرسي. في حرية وفي كلام وبصنا، تاني مرة ده 4 سنين، المرة الجاية هنشيلهم خلاص، مش عاوزه مدام ما عمليش حاجة في الـ4 سنين. وحتى هؤلاء الذين يدعون أن الله معهم يبقون في حاجة إلى أصوات الناخبين.